وهنا ربما وجب علي أن أفصل قليلا لإيضاح موقفنا انطلاقا من فهمنا للواقع الذي يجري في سوريا. أولا في التوصيف، إذا وصفنا جوانب الأزمة ثلاثة في النظام الرسمي العربي بشكل عام، يمكن القول كما قلنا لقوى في النظام السوري ذاته أنه من أصل الجوانب الثلاث لمأزق النظام الرسمي العربي في سوريا هنالك جانبين على الأقل. يعني في سوريا هناك سلطة تشكل تقاطع العائلة مع الأمن مع البرجوازية الطفيلية، وساهمت في حرمان الشعب السوري من العديد من مكتسباته الاجتماعية وأوقعته في دائرة الفقر. على المستوى الاقتصادي تشبه الأنظمة العربية الأخرى، وعلى المستوى السياسي ومستوى قمع الحريات أيضا في سوريا نظام قمع حريات الناس وساد فيه الفساد، فكان بذات الوقت نظاما ملحقا على المستوى الاقتصادي مفقرا لشعبه وقامعا لإرادة العمل السياسي لهذا الشعب ولقدراته. يبقى الجانب الأخير وهو جانب العلاقة مع القضية الوطنية، يمكن القول أن الموضوعية تقتضي أن نشير إلى أن سوريا لم تكن جزءا من المشروع الأمريكي، بل يمكن القول أنه في مرحلة من المراحل شكلت سوريا أحد عوائق نجاح هذا المشروع على المستوى السياسي، وساهمت في دعم القضية الفلسطينية وساهمت في دعم المقاومة اللبنانية بشكل أو بآخر. إذن الوضع في سوريا يمكن توصيفه بأن هذا النظام يتماثل مع الأنظمة الأخرى في جانبين، ويتماثل ويفترق عنها في الجانب الذي له علاقة مع القضية الوطنية. قد يقول لي قائل ولكن القضية كيف يمكن فصلها؟ التبعية الاقتصادية غير معزولة عن التبعية السياسية، وهذا صحيح، ولكن التبعية الاقتصادية في أنظمة من هذا النوع يلزمها وقت طويل كي تتوج بنوع من التبعية السياسية. السادات أخذ وقتا طويلا في التحولات وفي فتح السوق وفي الارتباط الاقتصادي، وبعد ذلك تحول باتجاه أن يوقع اتفاقية كامب ديفيد ويربط الانفتاح الاقتصادي بالانفتاح أو بالتبعية السياسية للغرب ولمشروعه. في سوريا لم يكن هذا الوضع ناضجا لظروف مختلفة منها طبيعة الشعب السوري ووضعه. انطلاقا من ذلك ونظرا لكون القضية الوطنية بموجباتها اليوم ليست قضية راهنة، أي لم تكن الحرب على الأبواب بالنسبة للسوريين، برزت القضية الاقتصادية وقضية الحريات كقضية أساسية استطاعت معها الحركة الشعبية أن تفجر حالة شعبية حقيقية. للأسف النظام السوري الذي دائما كان يرتكز إلى القول أن سوريا مختلفة نتيجة موقفها القومي لم يعي أن مواجهة، والقضية ليست قضية وعي فقط، يعني بطبيعته غير قادر على استيعاب أن مواجهة الإمبريالية لا يمكن أن تكون بمعزل عن الشعب السوري. وهذا ما قلناه في كلمة في 8 أدار قبل انفجار الحالة الشعبية في سوريا في أسبوع وفي دمشق بالذات. دعونا النظام إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية في سوريا حتى لا يضطر إلى التنازل أمام القوى الأجنبية، فليقدم هذه التنازلات لشعبه وليوحد طاقات الشعب السوري في مواجهة المشروع الإمبريالي الذي لا يختلف اثنان عاقلان في القول أن سوريا تتعرض لمؤامرة.
ولكن المهم ليست اكتشاف القضية، ليست اكتشافا عظيما أن سوريا تتعرض للمؤامرة. الذي يستلزم الجبل هو كيف يمكن لسوريا أن تواجه هذه المؤامرة. والسؤال الأول أو القضية الأولى أن النظام السوري خلال الفترة الأولى على الأقل من الحرب من الأزمة لم يستطع تجميع القوى المواجهة الإمبريالية ليواجه معها، بل واجه هذه القوى وقال أنه هو ويواجهها سيواجه المؤامرة الإمبريالية. بمعنى ما لنكون أكثر وضوحا، كيف يمكن مواجهة الإمبريالية ونحن نستبعد قوى ديمقراطية وطنية يسارية فعلا تؤمن بمواجهة الإمبريالية ولكنها بالوقت عينه تريد الحرية والديمقراطية وتريد العدالة الاجتماعية؟ يعني هل يمكن مواجهة الإمبريالية ونحن نضع الطيب تيزيني في السجن، ونحن نضع هيثم مناع خارج البلاد، ونحن نلاحق ميشيل كيلو، ونحن نمنع العمل على أحزاب قوى يسارية وديمقراطية أخرى؟ ما هذه القوى هي نفسها القوى التي تحمل لواء مواجهة الإمبريالية. برزت الحركة الشعبية في سوريا، النظام اختار القمع، وبالمقابل وبالالتقاء مع أهداف الهجمة المضادة إياها سارعت قوى الهجمة المضادة لتوريط قسم من المعارضة السورية في عملية تسليح وعسكرة واقتتال مع الجيش السوري. لاقى عملية القمع إلى منتصف الطريق، والذي دفع الثمن فعليا هو الحركة الشعبية السلمية في سوريا والحركة الديمقراطية في سوريا.